ئێرا گەڕەکی مەحەتەیە بەیەکێک لە گەڕەکە کۆنەکانی قەزای خانەقیندا دەنرێت، بەڵام تاوکو ئێستا بەدەست کەمی خزمەتگوزاری و خراپی ڕێگەوبان و کێشەی ئاوڕۆوە دەناڵێنن. دانیشتوانی گەڕەکی مەحەتە داوەکارن لە شارەوانی خانەقین پێشاتنی وەرزی زستان کێشەی ڕێگەوبان و ئاوەڕۆی گەڕەکەکەیان چارەسەر بکات. كاكمت داول لحكومة كردستان كي من داول لحكومة ديالا كي محل إيرا ما بكات نقيم قام رام محل كاد نمدير بلدي مدير بلدي قروجي تدلي للرسم قرات ونشر ما كذا بان فيس وهو ترى ما نكردي أو خويا جاني كردي خاصي نكردي قش روجي تيات حفارة تيات سقتي كاد وشت وشت بياني بياني بس رسم ما نشر كذا بان فيس وهو ترى ما نكردي تفليش كردي خاصي نكردي إما زاني تطلب من يستا إما محل رمان خارج بكرية يعني مرار من حجز كريايا والله مرار من لما القابي بس يايا إيواران تودي نشي مدى بوستيانا آيام كشي تماما أنا يستا شارع عقمان فاكو بكا شارع عقمان خارج بكا تادو عاي خير دام بكرية براقام أي تشيبو إما دعوة كاريم لكاك دلير مسؤول بلدي يعني يتشان بارتيان سيري كان هني كان شو كاك باش بود أنا كم كاك هيش كس فعاليات نيري هيش كس ناكدي أصلا وارانتيات يك بدبختي وسر ما ناتك أو بر مالغان شد والله إيه مردم زين هال هال خويا نش بينا الآن يسوان مالغان يش والله شندين مال دري مال كمال خميس تواسم بفرش ملة منطقة بشي مريو كاجيم بس شارة سرينا ما مكان بلزم سان على خريكة أو سائل تيت شدنا وعلى العالم أجا أو ورانا وبعد يعني شدنا أو استقبال ما استقبال تحوي رامبون بوي قاتلة بوي بوي أبوي آي آي مكشد خاص أو الزقاء أو برا قرباقة بيا قرباقة سروكي شارواني خانقين سر بباريزغاي ديالا باقالي كردستاني راقيان أو كومبانياي كا تندري بروجكي بودرچوا للان وزارة بلاندانان عراق و خراوتا لستي رشوا بلام لهولدان پیشاتنی ورزی زستان پروژکا تواو بکرید. مشروع المحطه من المشاريع تنميه الاقاليم محافظه ديالى 2014 ام پروژه کی گالا پروژکانی سنوری پارسگی ديالى که سالی 2014 درخسته بوکراو دراو با کمپانی انهار ديالى کمپانی که لالان وزارت پلاندانانی عراق و کارکانی خراوت لیستی رشو استا پارسگری دیالا لجنه کی بوچار سکدنی او گرفته پیکنه اویش به حولی قیم قامو شاروانی و هندگ لیانی تر لراسی دا پارسگر پشتیوانی و دوپاد کردوی نتو که شکا بس شقامی محطه نیه چند شوینده کی تریش همان گرفتیان هی حولاتی لو بابت اگدار نیه لجنه اگ لالان پارسگر و کارکان بره دکه اویش پیویستی بطرخاند کردینی بوجه پیویسته اوش کاری روتین زیادر دکه بور خرجه اگ دبه نسره و بکرتو دوی هفته اگ یاد روش دا کاریکا دگره تو پشت بخوا کارکان ما جبه جه کردو و پیش حتنی ورزی زستان دست بکار کردن دکره ام هفته یا خود هفته دهاتو چهاروانی انجام دکره اشتغل بصوره متذبذبه يعني اشتغل اسبوع 10 ايام يخلص الفلوس بعدين يرجع قزای خانقین یکی کارو شارانه که بوماوی سوپین سال لاجر تعریب و داگیرکاری حکومتی بعض بوا که بو هیو شارکه بتواتی لهمو خزمت گزاری بیبش کرا بو هرچند در دوی پروسی آزادی و للهندو شاروانی و بری و دبریت بلام تاو کوستا وک پیویست خزمت بشارکه نکرا و دشتی جمال گلی کردستان خانقین.